بدنا 6 صدور الدجاج، ملح وفلفل، ربع كوب زيت نباتي، ربع كوب خل، معلقة كبيرة بهارات شاورما، واحدة معلقة صغيرة هال مطحون، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة زعتر ناشف، نص كوب جبنة دهن، جبنة دهن اللي هي جبنة كاسات، أوكي، و12 مربع عجينة بوف بيستري. تمام. بدنا بطاطا مقلية للتقديم، بيضة مخفوقة مع قليل من الحليب لدهن عجينة البوف بيستري. نعم، نبلش؟ نبلش. هلأ حطينا الزيت، عم نستنى بس إنها تحمى الطنجرة معانا مزبوط. خليني أختبر بقطعة دجاج واحدة، لسه بده شوي، خلينا نستنى عليه. هلأ دي على اللي بي يعني ما فيها إشي. طب ليش أسألك سؤال لمقاطعة عن حديثك؟ جبنة للدهن هاي ليه؟ هلأ إحنا عادة سندوشات الشاورما شو بندهن فيها؟ توم، توم مايونيز، صح؟ هلأ المايونيز ما بتدخل على الفرن، لأنه المايونيز بالفرن بيسمم وأنا كتير ضده، فقلت كيف بدي أعملها كريمية وتدخل على الفرن، فقلت أزبط إشي نحط جبنة قابلة للدهن، فقلت هيك بتحل محل المايونيز. أوكي. طيب بس نشوف شو الأخبار. هذا نعلي نقطة. تعرف تعلي؟ هي بلش يلا. هيك قال شيء. خلي. هاي الشاورما تاعتكم اليوم. هدية. عينة. طيب. هلا عبين ما يحمى شوي لانه بدناش الدجاج ينزل مي، خلينا نشوف. لازم يكون الزيت حامي. طبعا، والطنجره تكون حاميه. نشوف شو عم والله شوفي لي الوضع، لانه انا اول يوم بتعامل معاه اليوم. هي مزبوط، لا منيح، ممتاز، صح وعالي مفروض. اتوكل على الله. توكلي. بسم الله. خلينا نبلش بكميه بسيطه. هي ماشي الحال. هلا بهارات الشاورما ديالا موجوده عادي، خلطات جاهزه بالسوق. انا حاطه بالاضافه لبهارات الشاورما هال وقرفه وزعتر، لانه هدول كتير بيعطوا نكهه طيبه للشاورما اضافه لبهارات الشاورما، فبرضه بعد بهارات الشاورما بدنا نحطهم. بس بدي احرك الدجاج شوي وبدي اضيف له بهارات الشاورما عبين ما اكمل السلطه. هي بهارات الشاورما، وبدي احط له قرفه، مع انه بهارات الشاورما برضه فيها قرفه، بس هيك برضه الطعم بيطلع معزز اكثر. رشه زعتر، والهال بخليه للاخر حتى يضل النكهه فيه قويه. مش بقولوا الشاورما لازم تنعمل تنتقع قبل بنهار؟ هلا هذا اللي بدي اقول لك اياه، انا اللي عملت لكم اياها ناقعتها هون، رح احط الخل عليها هون لانه ما عندنا وقت، بس اذا انت بتشتغلي او عملتيها من قبل بيوم يفضل تطلع اسكى. طبعا اكيد مطعمه اكثر، بتتنكه بالبهارات اكثر، بتطرى اللحوم اكثر لما بننقعها، كل هاي القصص. هلا نرجع لسلطتنا، خلينا ما ننسى. هلا نحط معلقه الخل بس على الشاورما. فين حطينا الخل؟ هيو. اي نوع خل عندكم، ما رح اقيدكم، خل احمر او خل ابيض بفرق بالطعمه. شوفي هلا الخل في معظمه صار صناعي، يعني لانه هذا مش خل طبيعي. الطبيعي اسكى طبعا اكيد، بس بيكون اغلى. كيف مثلا عندنا البلسمك خل كثير معتق، في خل عنب طبيعي، في بس يعني انه بطري، عامل مطري اكثر من انه. لا فينا في ناس هن بيعملوا الخل في بيتهم. طبعا هلا انا حطيت لها كل المقادير ما عدا الملح. هلا في سؤال هنا، بدهم نعيد مقادير خطوات عمل الشاورما. طيب حاضر. هلا بس احكي شغله، هلا بما اني عملتها كلها ما بصير نحطها بالبوف بيستري وهي سخنه، لازم تتبرد لانه حتى ما تخرب لنا العجينه. فاكيد انا بعد ما تنشف تماما 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 صار عندي هون هيك شكلها، رح اشتغل بالجاهزه البارده عندي. بدي ارش قدامي شوي طحين، خلينا نشيل البهارات هدول. بنرش شوي طحين، بنجيب المرق الخشب. لازم تعجنيها؟ بس شوي، اشي بسيط. هلا بفرجيكي كيف، اشي بسيط بس بدي اطولها. اول اشي اعطيها طول وبعدين عرض، اكنك بس عم بتكبريها. بتاكل سخنه ولا بارده؟ لا طبعا هي يفضل سخنه، وانا رجعت هون سخنت لكم اياها لاني كنت خبزتها بالبيت، بس انه برضه كبارده كمقبلات طيبه. اي اشي بالبوف بيستري بنقدر ناكله برضه بارد. هلا بس هيك كبرت المربع، وزي ما قلت لكم جبنه الدهن
كتير لقيتها زاكي معها. إذا ما بتحبوا بتقدروا تشيلوها بس تطلع شوي ناشفة، يفضل إنكم تحطوا إشي هيك مدهن جوا. برضو بليز ما تحطوا مخلل أو بندورة جوا، يعني إذا جعبالكم مخلل أو بندورة أو خس أو شيء مع كلوا عجنب. عجنب نحط تقريبا هالقدة من جبنة الدهن. بصير نحط أي نوع جبنة على السلطة؟ صح بصير. أنا مستعمل التشيدر اللي لونها أبيض. تقدروا تحطوا أي نوع بتحبوه الموجود عندكم بالبيت. هلأ الجاج. لحمة الشاورما كم ساعة بننقعها بالخل؟ هلأ أنا مرات بعملها قبل بيوم أو بالقليلة 4 ساعات أقل شيء، يعني إذا قررتي تعملي شاورما اليوم مثلاً وما عندك وقت تنقعي كتير أوكي، بس يفضل قبل بيوم أكيد. أوكي هالقد منحط، ما منكتر حتى برضو تسكر معانا بسهولة إن شاء الله. منلفها زي الرول لكنك عم تلفي خبزة، بتقدري تخليها هيك شكل سندويشة سندويشة، بس أنا قلت عشان ما يطلع منا الجبنة ما تطلع لبرا خلينا شوي نسكرها بشوية مي. طب ممكن حنين مخلوف أعطتنا معلومة بتقول المايونيز ما بسمم جوا الفرن، بس إذا وقت الشوب انترك برا وقت طويل هو اللي بسمم، لأنه بتنمو فيه البكتيريا، وهي البكتيريا ممكن نفسها أو المواد اللي بتنتجها هي اللي بتسمم. طب هو طبيعي إنه طلعت البكتيريا لأنها تعرضت طبعا للشوب، فنفس الشيء لو تعرضت للحرارة رح تطلع البكتيريا. لأنه البيض ني. طبعاً أكيد. شكراً يا حنين على المعلومة. هلا بس بالشوكة منتأكد إنها متسكرت من الجوانب بهاي الطريقة ديالا، شايفة شو سهلة؟ أوكي. وبعدين في عنا هون شوية بيض، في ناس بخافوا إنه يدهنوا وجه البوف بيستري بالبيض عشان الزنخة. هلأ إحنا البوف بيستري لما بندهنها إذا كانت حلوة بنحط لها شوية فانيلا شوية حليب فبتروح الزنخة. في حالة المالح أوكي حطيت شوية حليب وحطيت برش ليمون عشان أبداً أبداً ما تزنخ معنا البيضة. نجيب الفرشاي. سمر بتقول لك منحط. هلأ يا جماعة نحنا من اللي بسمم هو إذا تركت وقت أكتر. هلأ في ناس حطوا بالفرن ما تسمموا كتير منيح، حطوا بالجريل ما تسمموا أحسن. إحنا ما عم نقول بسمم إذا انحطت أو تسخنت، إحنا بنقول يفضل لا تندهن، يفضل إنه نتفاداها يعني. بالضبط، بس هذا هو السؤال. كل واحد بيعملها بطريقته وزبطت معاه ممتاز، وإحنا بنتعلم منكم، كلنا بنتعلم من بعض. وين بننزل الفيديوهات؟ خلاف القصة. وين بننزل الفيديوهات؟ بننزلهم على www.رؤيا.tv، وهلا ببين قدامكم على الشاشة كل الفيديوهات تنزل المطبخ وغير المطبخ. حبيبتي هلأ دهناها بالبيض وبالحليب وبس نرش عليها شوية سمسم، واللي ما بحب السمسم ما يحط سمسم. شو بدكم أحسن من هيك؟ شو بدكم أكتر من هيك فليكسيبيليتي؟ خلص هلأ ندخلها إذن على الفرن. يا حظ اللي بده ياكلها سخنة، هاي من الشباب اللي عندنا اليوم. تضحك وائل. خلص هيك أمورنا صارت تمام. بنفع أحط خبز شراق بدل العجين؟ نحن قلنا اللحمة نفسها وإنتوا بتلعبوا بالتقديم وبالعجين بالباف بيستري بالخبز كيف ما بدكم بيزبط. في ناس بيعملوا بخبز الحمام عادي برضو بيزبط. هو الفكرة إنه إحنا عملنا شاورما بالخبز العادي بالخبز الشراق، إنه حاولنا نعطيكم فكرة جديدة. أكيد خلاص العجينة بتنباع جاهزة. بتنباع جاهزة عجينة الباف بيستري بتنباع جاهزة. في بتيجي شكلين، بتيجي نوع منها مستطيلة كبيرة للفطاير الكبيرة، وفي هاي اللي بتيجي مربعات، هاي هيك يعني لطيفة للبورشنز اللي وحدة وحدة.